في افتتاح المونديال قطر والإكوادور تتحديان التاريخ، يترقب جمهور كرة القدم افتتاح بطولة كأس العالم مساء اليوم الأحد وإنهاء انتظار تخطى أربعة أعوام لمشاهدة أقوى مسابقات كرة القدم من جديد حيث تنطلق المنافسات بلقاء الافتتاح بين قطر البلد المضيف والاكوادور على استاد البيت في الدوحه اليوم الأول للمونديال لن يشهد سوى مباراة واحدة فقط عقب حفل الإفتتاح وسيكون صاحب الأرض والجمهور في مواجهة صاحب المركز الرابع في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال. تحدي التاريخ لم يشهد تاريخ كأس العالم منذ انطلاق المسابقة عام 1930 في أوروغواي وحتى البطولة السابقة في روسيا عام 2018 أي خسارة للصاحب الأرض في المباراة الافتتاحية